مرحبا بكم. أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها يوم الأربعاء أن الرئيس عبد المجيد التبون نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة بعد أيام من الاشتباه بإصابته بكوفيد 19 في محيطه. وأوضح البيان أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 74 عاما قد نقل إلى الخارج بناء على توصية الفريق الطبي. وكانت الرئاسة أعلنت مساء الثلاثاء أن الرئيس الجزائري الذي بدأ حجرا صحيا يوم السبت نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة الجزائر، مع الإشارة إلى أن حالته الصحية لا تستدعي أي قلق. ومن جانبه قال الإعلامي صالح الأزرق مقدم برنامج الرأي الحر أن الرئيس الجزائري في حالة حرجة وتم نقله إلى ألمانيا. إلى هنا نأتي على نهاية هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.